يعني مع المفروض اللعيبه المصري والنوادي المصريه. احنا طبعا معانا لحظه الوصول طبعا، يعني انا بقول لحضراتكم جماهير النادي الاهلي لو يعني كانت فتح لها مجال لاستقبال الفرقه في المطار كنا هنشوف طبعا احتفالات ومش غريب ولا جديد على جمهور النادي الاهلي. لحظه وصول الفرقه طبعا القاهره هنا بعد ما حققوا فوز غالي جدا في المغرب. كابتن ابراهيم، كابتن خطيب، بيتسو موسيماني، جهاز الفني كله، ميشيل يانكوني، كابيلو مدرب الاحمال، وطبعا الفرقه من وراهم. فبالتالي كمان وجود يعني حسب ما سمعنا من اخبار كانت بتجي لنا من المغرب ومن مراسلي قناه الاهلي هناك ان وجود كابتن خطيب مع البعثه هناك كان يعني مصدر طاقه ايجابيه ودفعه معنويه كبيره جدا. دي حاجه لها يعني حاجه لها بس.